السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا من فضلك عندي استفسار مهم. أقدر أتكلم؟ اتفضلي. طيب دلوقتي حضرتك الدول الإسلامية بتحسب الشهور القمرية بشكل سلبي، لم تعد تحسب هذه الشهور بالرؤية الشرعية. نجد أنفسنا في شهر مثلا يعني مثلا رجب، او يقول لك رمضان هيبقى يوم كذا. طبعا الرسول قال عليه الصلاه والسلام صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي. طيب السؤال ايه؟ طيب السؤال، ويسالونك عن الاهله قل هي مواقيت للناس والحج. اللي بيحصل ان دلوقتي الدول الاسلاميه بتتبع النظام الفلكي وبيثبت بعد ذلك بالرؤيه الشرعيه اللي قال عليها النبي عليه الصلاه والسلام ان في خطأ، فتبقى الناس مثلا معيده واحنا لسه 30 رمضان. أنا بس عفوا عفوا، يعني بس ركزي في السؤال، ما تحكيش المشكلة وتتركيها معلقة. الآن أنت في بلدة، إذا كانت بلدتك تبني على الرؤية الفلكية فالحمد لله، تبني على عفوا الرؤية النظرية بالعين فهذا شيء حسن، واعملي معهم. إذا أردت أن تخالفيهم وتبني على رؤية دولة أخرى تبني على الفلك لك ذلك، لكن لا تظهري خلافك في الناس، لكن لا تظهري خلافك في الناس. شكرا لك، ماشي.